أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير باديرينو موقف الجيش من تحركات المعارضة رافضا الاعتراف بخوان جوايدو رئيسا لفنزويلا. وكتب باديرينو عبر حسابه موقع التدوينات القصيرة تويتر أمس الأربعاء أن جنود الوطن لا يقبلون برئيس مفروض في ظل مصالح غامضة أو أعلن نفسه رئيسا بطريقة غير قانونية، وأكد أن القوات المسلحة الفنزويلية تدافع عن دستورنا وتضمن السيادة الوطنية. في نفس السياق دخلت سيارات الجيش المدرعة اليوم الخميس منطقة شاكو بمدينة كاراكاس بفنزويلا، حيث تتصدى للمتظاهرين ضد نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. ومن جانب آخر أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مساندته للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ضد الانقلاب وأنه يدعم الشرعية في فنزويلا.